الله يصبحك بالخير يا عم. الله يرحمك. صل الرحيم. صل شوي. حاضر يا باي. لا خليك مكانك. خليك واقف. خليك واقف. خليك مكانك. ايش في يا عمي؟ في من يوم ابوك فهمت وانا بعاملك زي واحد من ولادي، بس انت خيبت ظني. انت فاكر انك تتجاوز في السر وتجيب حرمتك لهنا من غير ما اعرف؟ ها؟ والله يا عمي اسكت. بكفي كذب. خيبت ظني. لما جاني محمد وقال لي انك شغال مع كمال انا ما صدقتها. التاريخ خيبت ظني تاني. كذب. كل هذا كذب. كل هذا كذب. انت الكذب. الكذب هو اللي انت عايش فيه. صاحي. انت من الحين تسيب سينا كلها. كلها. اذا ما سمعت كلامي تحمل اجرارك. أنا كان ظني إنك هتطلع أحسن من هو. يلا روح. روح. اسمع يا عمي. أبوي هذا أحسن منك مليون مرة. وانت السبب في كل اللي صار، وانا عمري ما سمحتك ومش هسمح ان اللي صار مع ابوي يصير معي. مش هسمح. اطلع برا. برا. عادي يا نور، الاسلام فيه ده عادي على فكره. حديث يا ابراهيم، انت مش عارف انا واسلام عاملين ازاي مع بعض. انت مش عايز تشوفني نور. اسلام ده مقاتل فقد رجله، عارف يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي في صدمه كبيره جدا، وانا وانت عارفين اسلام كويس. اسلام طول عمره لا بيحب يشتكي ولا يتكلم. انا عارف انت حاسس بايه. انت عندك تأنيب ضمير عشان حاسس ان انت كان المفروض تلحقه وفاكر انه زعلان منك، بس ده مش حقيقه نور. اسلام راجل مؤمن وعارف كويس قوي ان اللي حصل له ده قضاء وقدر. قدر ربنا يا اخي كان ممكن يحصل لاي حد فينا. وديني بقول لك اهو، اول ما هيهدى ويفوق من اللي هو فيه، اول حد هيبقى عايز يتكلم معاه هو انت. خليك يا ابراهيم. هتشوف. تشربوا ايه يا ولاد؟ خلي بالك يا حبيبتي. لا لا ما تتعبيش نفسك. احنا مالك يا ابراهيم؟ في ايه؟ زي الفل الحمد لله. تشربوا ايه؟ ايه رايكم اعمل لكم ليموناده؟ تفتح نفسكوا على العشاء. والنبي متعبي نفسك بلاش. ابدا ابدا. اهلا وسهلا. نور يا طنط كويسه؟ اه كويسه. بس موضوع اسلام ده طبعا مبرجلها. خليها قلقانه عليا بزياده وكده يعني. ماما! ماما! طنط! ماما! طنط! ابراهيم اطلب الاسعاف! ماما! Mama.